كرة القدم واللاعبون والأخبار المرتبطة بهم تشغل عشاق هذه الرياضة، ودائماً ما تنتشر الشائعات عن نجوم كرة القدم والأندية والأحداث المرتبطة بتلك اللعبة. مرحباً بكم، أنا وهبة بوحلائس، وسنقدم لكم اليوم أبرز الأخبار الزائفة والمضللة التي انتشرت عن عالم كرة القدم حديثاً. نبدأ مع الأخبار المرتبطة بلقاء المنتخب السعودي مع نظيره الياباني في 7 أكتوبر الجاري. وهذه الصورة التي انتشرت على أنها لجمهور المنتخب الياباني وهو ينظف المدرجات بعد نهاية المباراة. الصورة فعلاً لجماهير المنتخب الياباني، لكنها قديمة وتعود إلى عام 2017 عقب مباراة جمعت المنتخب الياباني ونظيره السعودي. هذه صورة أخرى يظهر فيها لاعبا فريق تشيلسي الإنجليزي ميسن ماونت وبن شيلويل، وهما يرتديان قميص المنتخب السعودي دعماً له في مباراته ضد اليابان. الصورة مفبركة وعدلت بإضافة شعار المنتخب السعودي إليها، والصورة الأصلية يظهر فيها اللاعبان بقميص نادي جيرنفيل يونايتد ضمن حملة دعم للنادي شارك فيها العديد من اللاعبين والرياضيين. وإلى حدث آخر حظي باهتمام الجماهير العربية، وهو استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزية. والبداية مع هذه الصورة التي قال ناشرها إنها لمشجع إنجليزي لنادي نيوكاسل يرتدي الزي الخليجي بعد إعلان الاستحواذ على النادي. الصورة قديمة ونشرت على مواقع بريطانية عام 2012 على أنها لأحد مشجعي نادي نيوكاسل المقيمين في قطر، واسمه جيمس تشانوك يرتدي جلباباً خليجياً عليه شعار للنادي. أما هذه الصورة فيدعي ناشروها أنها لإزالة شعارات شركة سبورت دايركتور الرياضية من خارج الملعب الخاص بنادي نيوكاسل بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي عليه. تحققنا من الصورة ووجدنا أنها قديمة ومنشورة قبل الإعلان عن شراء السعودية للنادي، وتداولتها مواقع إنجليزية منذ عام 2019 قالت إنها لإزالة لوحات من أمام النادي وسط أخبار عن احتمال بيعه لجهة تابعة للإمارات حينها. وهذه صورة أخرى قديمة جرى تداولها على أنها لاحتفالات مشجعي نادي نيوكاسل بعد خبر الاستحواذ، ولكن الصورة في الحقيقة قديمة وتعود إلى عام 2019. يبدو أن أحدهم قرر أن ينصب للاعب المصري محمد صلاح تمثالاً في إنجلترا، إذ انتشرت هذه الصورة بشكل كبير على أنها لتمثال حقيقي للاعب المصري في إنجلترا. في الحقيقة صورة مفبركة وليست لتمثال اللاعب محمد صلاح، وتعود الصورة الأصلية إلى النصب التذكاري في ويلينغتون بالعاصمة الأيرلندية دبلن. الآن أخبرونا، هل صادفتم أياً من هذه الأخبار؟ وهل عرفتم أنها غير صحيحة؟ شاركونا آراءكم كالمعتاد في التعليقات.